فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ضاع شيء ثمين داخل المسجد فهل يجوز لي أن أنشده داخل المسجد لأنني متأكد من ضياعه فيه؟ لا، ما يجوز داخل المسجد، اطلع طالع المسجد وناد: من ضاع له كذا وكذا، من ضاع له شيء، من ضاع له. نعم، ولا بأس أن تقول: من ضاع له شيء في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن ما يكون في المسجد، يكون خارج المسجد. نعم.